نرجع تاني مع بعض، ومعايا طبعا زميلي الناقد الرياضي المميز جدا خالد طلعت. بصراحه بغش منه حاجات كتير دايما من على الانترنت او من التليفون، اراءه بتعجبني جدا، بيشتغل بشكل علمي بلغه الارقام شويه، بيبقى عنده توقعات منطقيه وفعلا توقعاته بتبقى في كتير من الاحيان صادقه وحقيقيه وصحيحه، ومن النقاد الرياضيين المميزين المحترمين كمان انا بحب اسمع له، يعني اشوف اراءه اشوف ارقامه، ومجتهد بيدور في كل حته على اللعيبه المصريين في الخارج، يعني في حاجات كتير، وبيتكلم في نقط مش ناس كتير بتتكلم فيها، بيقدر يعمل شويه ملاحظات كده حاجات جميله جدا. فهو طبعا منورنا النهارده في كوره كل يوم. ازيك يا خالد؟ مساء الخير يا كابتن كريم، ازيك، وميرسي جدا على المقدمه الجميله دي. انت تستاهلها، ربنا يخليك.